بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية. نبينا الكريم كان إذا دخلت العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك كان يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد مئزرة. كلنا النهاردة يوم 26 رمضان، كل سنة وحضراتكم طيبين، أيام مباركة، وكلنا بندعو أن تكون ليلة القدر وندرك ثواب هذه الليلة التي تفتح فيها أبواب الجنة. فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيام مباركة جميعا، بنتمنى وبندعو ونحاول أن نداوم على الصلاة والدعاء طوال الليل عشان ندرك هذه الليلة وفضل هذه الليلة الذي لا يرد أبدا. سؤال بقى دايما بيبقى، كيف يمكن استقبال ليلة القدر؟ إيه الأعمال المستحبة في تلك الأيام؟ إيه هي الأدعية المفروض الصائم يقولها؟ المواعيد أو الأوقات المستحب الدعاء بها؟ هل نقوم ونحتسب الأفعال إن كان الصلوات أو قراءة القرآن أو الأدعية في الأيام الوترية فقط ولا في العشر الأواخر كلها؟ كل دي أسئلة هنعرف إجابتها من خلال ضيفنا المنور في استوديو النهاردة، الشيخ كمال الدين ناصر، واعظ بالأزهر الشريف. صباح الخير على حضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. صباح النور، كل سنة وحضرتكم طيبين والأمة الإسلامية جميعا بخير إن شاء الله. في البداية خلينا نذكر طبعا أنفسنا والسادة المشاهدين بفضل ليلة القدر. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. في بداية أرحب بحضراتكم وأنا سعيد أن أنا معاكم في هذا الصباح الجديد، وأرحب بالسادة المشاهدين. هذه الليلة ليلة القدر، الليلة التي تحدث القرآن عنها وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث فضلها، وأنها ليلة تعدل أياما عظاما من العمل. وهذه الليلة ليلة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحسن استقبالها ويعد لها العدة، فكان صلى الله عليه وآله وسلم ليدرك هذه الليلة له بعض الطقوس في العشر الأواخر من شهر رمضان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرغ نفسه من الشواغل ويفرغ ذهنه من المشاغل كلها، فكان يعتزل نساءه في هذه العشر الأواخر. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي في هذه العشر الأواخر فيعتكف في مسجده إفراغا لذهنه وتصفية لعقله وإقبالا على ربه سبحانه وجل وعلا. وكان لأجل إدراك هذه الليلة يحيي الليل كله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى إحياء الليل إنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل من أول الليل إلى نهايته يقوم مصليا، بل معنى إحياء الليل هو أن يحييه بالعبادة، ساعة يصلي وساعة يذكر ربه وساعة يدعو بدعاء مأسور يقبل فيه على الله سبحانه وتعالى، وساعة يرجع إلى الصلاة مرة أخرى، هكذا حتى تنتهي الليلة، كل ذلك طلبا للمغفرة في ليلة عظيمة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر التي حدثنا القرآن الكريم عنها. هذه الليلة كان النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الاستعداد يقطع نفسه عن كل شاغل، مرة بالاعتكاف ومرة بالبعد عن زوجاته ومرة أخرى بإحياء ليله، فكان يقطع علاقاته بكثير من الناس إدراكا لهذه الليلة فقط، لا لشيء إلا لإدراك فضل هذه الليلة. طب مولانا، حابين نعرف، يعني هي طبعا ليلة القدر هي خير من ألف شهر. سؤالي لحضرتك فيما يتعلق بهذه الليلة التي اتصلت فيها السماء بالأرض ونزل القرآن الكريم، فضل هذه الليلة وفقا لهدي الحديث النبوي وأيضا وفقا للسيرة القرآنية. هذه الليلة ليس فيها من فضل أكثر من أنها ليلة ابتدأ نزول القرآن فيها. القرآن الكريم لما تكلم عن سورة القدر وعن هذه الليلة وأنزل سورة باسمها قال: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. لماذا هي خير من ألف شهر؟ لأن هذه الليلة بيحدث فيها أمرين. الأمر الأول كما ورد في بعض الروايات أن القرآن ابتدأ نزوله ليلة الرابع والعشرين من رمضان، وكانت ليلة قدر.
وفي رواية أخرى أن الإنجيل نزل على عيسى في 13 ليلة خلت من رمضان، وكانت أيضا ليلة قدر. وفي رواية أن التوراة نزلت على موسى في يوم السادس من رمضان، وأيضا كانت ليلة قدر، وكان الله سبحانه وتعالى جعل ليلة القدر في سائر رمضان، حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام فحصرت هذه الليلة في العشر الأواخر من شهر رمضان. فأعظم هدية من الله سبحانه وتعالى هي هداية القرآن. هذا القرآن الذي أهدانا الله سبحانه وتعالى به نزل في هذه الليلة، ولذلك فضلت هذه الليلة بأنها منحة من الله من البداية، وأنه نزل فيها القرآن منحة. إزاي؟ منحة لأن أعمارنا قصيرة، إحنا الآن عمرنا ما بين 60 و70، واللي بيعد شوية بيبقى كويس. الأمم السابقة عنا كان الواحد فيهم ممكن يعيش 1000 سنة و500 سنة و600 سنة، فكأن الله سبحانه وتعالى عوضنا عن قصر أعمارنا وضعف صحتنا وبنيتنا بأن جعل لنا ليلة يساوي العمل فيها عمل أيام وسنين من أعمال الأمم السابقة. أنت شايف بناة الأهرام؟ مين يعرف يبني الأهرام الآن من بالصحة الضعيفة؟ ومن الذي عنده من العمر ما يصل لألف سنة كما كان في الأمم السابقة؟ ده في الحديث أن امرأة كانت تبكي على قبر ولد لها، فقيل ما يبكيك؟ قالت أبكي على ولد الصغير مات. قيل كم كان يبلغ من العمر؟ قالت 300 سنة. ده في الأمم السابقة، الآن هذا غير موجود. فأعطانا الله ليلة القدر كمنحة وكتشريف لهذه الليلة التي نزل فيها القرآن، والتي هي سالمة من كل شر، والتي هيأها الله سبحانه وتعالى للإقبال على الله سبحانه وتعالى. طيب السؤال اللي ممكن يدور في أذهان ناس كثير قوي يا فضيلة الشيخ، أنه أنا طول رمضان اتلهيت، اتشغلت، كان عندي شغل كتير، كان عندي عزومات كتير، اتشغل أي شخص اتشغل لسبب أو لآخر، أو شايف نفسه مقصر في أداء العبادات اللي كان على الأقل نفسه أن هو يعملها أو في نيته أنه يعملها، فبيبقى في بعض مداخل الشيطان كده، خلاص أنت فاتتك الفرصة، خلاص أنت مش هتلحق تعمل حاجة. إلا عمل ناس بتصوم وقيام الليل، بتصلي قيام الليل لمدة شهر، أنت هتعمل إيه دلوقتي؟ حضرتك ردك إيه على الناس اللي بتبقى معتقدة ده؟ بداية هي مسألة أن أنت تشعر بالفوات، هذا نوع من تلبيس إبليس عليك بحيث أنه يضيع عليك اللي جاي كمان. لماذا؟ أولا لأن إحنا عندنا قاعدة واضحة أن ليلة القدر رفع تعيينها، يعني مش معروفة أني ليلة، فمن الممكن تكون آخر ليلة، كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ليلة القدر هي ليلة يكون القمر فيها مثل شق الجفنة. شق الجفنة ده إمتى؟ اللي هو الهلال يعني. الهلال بيكون إمتى؟ بيكون في ليلة 29، يعني آخر ليالي رمضان، فمن الممكن تكون آخر ليلة، ومن الممكن تكون ليلة 27. وقد ورد في الحديث عن ابن عمر قال: هي ليلة 21. وفي رواية أخرى قال: هي ليلة 23. وفي رواية عن أبي سعيد الخدري قال: هي ليلة يكون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس فيها صلاة الفجر، فيسجد في ماء وطين، يعني المطر هتمطر وهينزل المية شديدة بحيث النبي يكون بيصلي، فتنزل المية عليه فتجعل الأرض طين. قال: فرأينا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة، وكانت ليلة 25. فالروايات عديدة، الروايات عديدة، يعني ومعنى أنها عديدة في تعيين اليوم ليس هناك تعيين، لم يعد هناك تعيين لأمر مهم، لأن الروايات مختلفة في تحديد الليلة، وهذا يوحي بأمر إن هذه الليلة تتنقل في العشر الأواخر. بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول من شهر رمضان فلم يجدها، فاعتكف العشر الأواسط فلم يجدها، فقال للناس: من كان منكم معتكفا في العشر الأواخر فعسى أن تكون فيها. يعني ستكون الليلة في هذه الليلة. الأمر الآخر، هناك أمر نفسي وحيلة نفسية في التعامل مع الطاعات، وهو أمر خطير، اللي هو الانتقاء. أنا عاوز كده حط 3 ورقات واختار، يا بختك بقى. ممكن تطلع الليلة دي، خلاص أنا خدتها والأمر منتهي. هو إحنا لو سألنا نفسنا، هو لماذا الله أخفاها؟ ما كان قادر أنه يعلم بهذه الليلة، لكن أخفاها لحكمة عظيمة، وهي ليزداد الطائع في طاعته. لو علمنا جميعا
ان ليله القدر هي ليله 22 او 23 او 25، بقيه الشهر بقى هدور بقى هنقصر في بقيه الشهر ونركز في هذا اليوم فقط، هيبقى الامر منتهي. انا خلاص، ما انا ادركت الليله اللي احنا بنسعى اليها وسيكون الكلام منتهي. جميل، يعني الحكمه في استدامه الطاعه، يبقى في استدامه للطاعه، استدامه واستزاده ونوع من انواع الاختبار. طب ما هي افضل الاعمال المستحبه في يوم ليله القدر؟ هو كما قلنا ان ليله القدر غير معلومه، ولذلك العمل اللي احنا هنعمله طوال العشر الاواخر من شهر رمضان. اول هذه الاعمال هو نوع من انواع الدعاء والاقبال على الله. فعلا انا ظروف شغلي ممكن ما بتسمحش ان انا اتفرغ طول الليل والنهار، خلاص ما فيش مشكله، لكن على الاقل تجعل لنفسك ساعه، نصف ساعه على قدر المستطاع، لعلك تدرك به شيء مما فاتك. وهذه الليله أحب الأعمال فيها الدعاء. والسيدة عائشة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله بما أدعو؟ قال اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنك. تدعو بالعفو، تدعو بالمغفرة، تدعو بالدعاء اللي لازم يكون فيه ضابط مهم. في بعض الناس للأسف بيقول إيه، أنا هأدعو في ليلة القدر على فلان اللي ظلمني، وده غلط. أنت بتشغل بالك بالدعاء على بعض الناس وإنت محتاج. أنت من المفترض في هذه الليلة أول شيء تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ثاني شيء أنك لا تدعو باسم ولا قطيعة رحم. جميل. ثالث شيء أنك تدعو لنفسك وبالدعاء اللي بيخص اللي نفعه عام. رابع شيء أن دعائك هذا يكون بالدعاء المأسور، مش الدعاء المتكلف. أنت بتسمع الناس، بعض الناس بيدعو الآن كأنه بيلحن، كأنه بيطول في الدعاء بتطويل ممل. يغني في الدعاء بطول يمل، والنبي لم يكن هذا من هديه، بل كان يدعو دعاء قصيرا واضحا مأسورا. ولذلك أنا لما أدعي بدعاء النبي، أدعي بدعاء من القرآن، ربنا أفرغ علينا صبرا. يعني لو حد مش حافظ، لو حد بسيط يقدر يدعي باللي في قلبه، يدعو بما في قلبه، مش لازم يلتزم بلغة معينة أو صيغة معينة. لا، أنا أقصد التلحين في الدعاء والتطويل فيه والتمطيط والدعاء وتركيب الألفاظ كأنها ألفاظ شعر عربي. هذا يعني في نوع من انواع التكلف اللي مش مطلوب. طب لو سمعنا من حضرتك كده دعاء نختتم به الحلقه في هذه، لعل تكون هذه الليله هي الليله، لعلها ان شاء الله تكون هذه. اسال الله تعالى ان يصلح احوال بلادنا. اسال الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته المثلى وفضله العظيم وجوده وكرمه ان يعفو عنا وعن اهلينا وعن اولادنا، وان يبارك لنا فيما رزقنا. اسال الله سبحانه وتعالى في هذه الايام الطيبه أن يجعل هذه الليلة ليلة القدر، وأن يعفو عنا عفوا كريما مباركا فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولجميع أمة الإسلام أن يصلح أحوالها، وأن يبارك في أعمار أولادها، وأن يوسع أرزاق أبنائها، وأن لا يسوء أحدا في أولاده يا رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يهل علينا الشهر الجديد غير فاقدين ولا مفقودين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحببنا في بعضنا، وأن يبارك في أعمارنا، وأن يصلي ويبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وجزاكم الله خيرا. اللهم أمين.